أثناء مرورنا بهذا المكان مررنا بهذه الفجوات الموجودة على هذا التل المرتفع. أخبرنا أصحاب المنطقة بأن العديد من الناس من النساء والرجال كانوا يأتون إلى هنا ويأخذون 3 أحجار. لماذا؟ كي يرمونها إلى الفتحات الموجودة، وكلما رمي حجرة فهذا يعني أن الرجل سيتزوج امرأة واحدة أو أن المرأة ستتعدد زوجاتها. فلنجرب حظنا. 1 عريس، 2 عريس، 3 عريسين، 2 كفاية.